يوم مهم جدا للنادي الاهلي واعضائه وجماهيره، وخصوصا ان زي النهارده النادي الاهلي بيمر عليه 111 سنه منذ تاريخ انشائه في طبعا 1907، وهو تاريخ حافل بالعديد والعديد من الانجازات، مش بس على المستوى الرياضي لكن ايضا على المستوى الاجتماعي والمستوى الانشائي، وخصوصا ان احنا زي ما احنا عارفين النادي الاهلي بيوصل دلوقتي لثلاث افرع بالنسبه للنادي الاهلي وثلاث مقرات، واكيد شيء مهم ومميز جدا لخدمه اعضاء النادي الاهلي في كل مكان. لكن خليني انقل لك يا استاذ محمد الانطباعات بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي من خلال تواجدنا هنا في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر في يوم مهم زي ده. عشان كده معايا دلوقتي احد الاعضاء، برحب بحضرتك في البدايه، وعايزين نتكلم عن احتفاليه النادي الاهلي بمرور 111 سنه، ورايك ايه وحابب تقول ايه في هذه اللحظه؟ طبعا هو النادي الاهلي ده نادي عريق، يعني بتاريخ بمعنى صح في الرياضه المصريه، من كنادي اجتماعي في الاول وفي نفس الوقت كنادي رياضي معروف كل الجولات بتاعته على مستوى افريقيا على المستوى المحلي. يعني النادي الاهلي اسم دلوقتي في عالم الكره. كابتن بيبو حابب تقول له ايه النهارده؟ يمكن القى كلمه من خلال قناه النادي الاهلي عندنا، وكانت كلمه حصريه لينا، واتكلم فيها وهنئ فيها اعضاء النادي الاهلي بمرور 111 سنه على النادي، وخصوصا هو في رحله علاج ان شاء الله يشفى منها تماما وعلى وشك العوده ان شاء الله للقاهره. هي اهم حاجه بنتمنى له الشفاء، ده اهم حاجه في الاول يعني. وبعدين بقول له يا كابتن بيبو انت معروف على المستوى الافريقي، يعني المستوى على مستوى مصر كلعيب خلق كإنسان يعني في كل صفات اللاعبين الممتاز. تمام، شكرا. نعم، عايز اخد رأي حضرتك برضو في اليوم النهاردة، وحابب تقول ايه في مناسبة مهمة زي دي؟ شوف انا عضو في النادي من سنة 74 من ايام ما كان الجزيرة بس، فشفت النادي الاهلي، انا اقدر اقول لك ان انا اتربيت فيه، فشفت ان هو عبارة عن مدرسة كبيرة فيها تطوير كتير. يعني النهاردة زي ما حضرتك بتقول ثلاث فروع والفرع الرابع هيجي. الأهلي مش مسألة ان هو نادي رياضي ونادي اجتماعي بس، لا، ده تاريخ. يعني من 1907 مرت عليه عظماء مصر كلهم كانوا رؤساء للنادي دهوت، ومنهم وزراء ومنهم رؤساء وزراء، لكن اتعلمنا منهم حاجات قيم مش موجودة في أي نادي تاني بصراحة. يعني أنا بحس إن أنا فخور إن أنا عضو في النادي الأهلي، لأن أنا اتعلمت منه حاجات كتير، سواء كانت في الرياضة أو في النواحي الاجتماعية أو النواحي الرحلات اللي بيعملها، كل حاجة الواحد بيتعلم منه في النادي الأهلي. وبالنسبة للكابتن محمود الخطيب بقول له ربنا يشفيك وترجع لنا بالسلامة، لأن طبعا يعني أنت لوحدك تاريخ وتاريخ إضافة للنادي الأهلي، ومش معنى كده ان اللي قبليك كان مثلا ما لهمش دول، لا، انت النادي الاهلي معروف ان هو استكمال لحلقات متتاليه، كل واحد بيجي بيضيف حاجه. وفي عندنا ميزه في النادي ان احنا ما بنهدش اللي قبلينا وما بنشتمش في اللي قبلينا، بل بالعكس احنا بنكمل اللي عمله اللي قبلينا، وربنا يوفق النادي ان شاء الله. شكرا. شكرا يا فندم. عايز اخد برضو انطباعات حضرتك ورايك في يوم مهم ومرور 111 سنه عن تاريخ انشاء النادي الاهلي. طبعا النادي ده بيتنا التاني، كلنا استفدنا من النادي وكلنا اتربينا في النادي، انا عضو من سنة 80 وولادي طبعا واخواتي وكله احنا كلنا هنا موجودين في النادي، ويهمنا طبعا ان النادي من كل يوم من احسن لاحسن لاحسن لاحسن. وطبعا المسيره دي فيها ناس كتير قوي تعبوا وقدموا تضحيات وقدموا حاجات كتير قوي لنادينا، ويهمنا ان احنا نساند النادي في كل المجالات. واحنا بنمر على انشاء نادي دلوقتي 111 سنه، ده طبعا بعد اليوبيل الماسي واليوبيل، يعني ما فيش بعد كده يعني، واحنا تقريبا اقدم نادي بعد نادي السكه يعني الحديد، احنا اقدم نادي في مصر هنا. وبالنسبه لكابتننا بقى الكبير اللي كلنا وقفنا معاه وساندناه، ويهمنا ان هو يكمل المسيره ويضيف اضافات. بدات طبعا احنا شايفين دلوقتي ايه اللي بيحصل هنا في مدينه نصر والانشاءات الجديده وبتاع، ونتمنى له يا رب الشفاء ويجي بالف سلامه وينور نادي تاني ان شاء الله. شكرا.
لسه مستمرين معاك يا استاذ محمد وانطباعات طبعا اعضاء النادي الاهلي هنا في اهلي بمدينه نصر على هذا. سنة في تاريخ إنشاء النادي الأهلي وأكيد العديد والعديد والمديد من السنوات القادمة ومليئة إن شاء الله بالإنجازات والبطولات على كل الجوانب إن شاء الله. عادل دياب بمس على كل الموجودين في الاستوديو. طبعا إحنا عودنا النادي الأهلي على انتصارات باستمرار وأنا ما بعتبرش طول المدة هي الميزة الوحيدة ولكن مدى الاستقرار الموجود خلال الفترة الزمنية ثابت ما بيتغيرش سواء اتغير رئيس او اتغير شيء ولكن المبادئ ثابته وواحده وده اللي بيخلي النادي الاهلي دايما في حاله انتصار دايم. دايما الكتف بتاعنا للصاعد ما فيش حد حتى السلوكيات الموجوده في النادي سلوكيات هاديه وده بيدل ان الاداره اداره ناجحه ونتمنى ليهم ان شاء الله المزيد ونسمع كل خير عن النادي الاهلي من انتصارات في جميع المجالات اللي هو قايم بيها. حابب تقول للكابتن بيبو النهارده بعد ما القى كلمه وهنأ فيها اعضاء النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب انا حضرته كلاعب ويعني امتعنا لعبا وخلقا وبيعتبر هو رجل المناسب في المكان المناسب. نتمنى ليه ان شاء الله الشفاء العاجل ويرجع لينا بالف صحه وبالف سلامه وكل القلوب تدعي له ان ربنا يشفيه باذن الله. شكرا جزيلا شكرا. لسه مستمرين ومعايا احد اعضاء النادي الاهلي ايضا حابب تقول النهارده بعد مرور 111 سنه على تاريخ انشاء النادي الاهلي. هو طبعا النادي الاهلي نادي عظيم وعريق ومش على المستوى المحلي بس لا ده اصبح على المستوى العالمي دلوقتي وفي تقدم مستمر وملحوظ على مستوى كل الرياضات في النادي وعلى المستوى الاجتماعي واعضاء النادي كلهم ناس يعني في قمه الاخلاق والاحترام تحس انهم منتقاه يعني النادي منتقاه من مجموعه من الاعضاء والاخلاق والقيم والمبادئ ثابته ما بتتغيرش والنادي في تقدم مستمر ملحوظ على مستوى الانشاءات الجديده في عهد الكابتن محمود الخطيب ونحب نطمن عليه بتطمح في ايه لما هو قادم من سنوات للنادي الاهلي؟ ايه اللي انت بتطمح ليه واللي بتتمناه للنادي الاهلي في قادم السنوات ان شاء الله؟ والله احنا هو النادي الاهلي في تقدم ملحوظ وبنتمنى ان هو يصبح رقم واحد في العالم مش في مصر بس او في افريقيا بس لا احنا عايزينه يا سود يبقى النادي رقم واحد في العالم على مستوى العالم كله لأنه بالفعل نادي عظيم ويستاهل التقدير وكل الأعضاء وكل إدارة النادي وكل من هو قائم على العمل في النادي ناس في قمة الأخلاق والامتياز وكل شيء. كابتن بيبو تقول له ايه؟ والله كابتن بيبو احنا بنتمنى له الشفاء العاجل والعوده للوطن ويا رب يتم شفاه وامتعنا في حياته الكرويه وحياته العمليه وكمدير ورئيس للنادي. شكرك شكرا جزيلا. هو الجميل بصراحه ان اعضاء النادي الاهلي هم اللي بيتوافدوا عشان يلقوا كلمه في وقت مهم زي ده ويوم مهم زي ده في تاريخ النادي الاهلي مرور 111 سنه اكيد دي مناسبه جيده ومهمه جدا بالنسبه لكم كاعضاء النادي الاهلي واكيد لجمهور النادي الاهلي ككل. حابب تقول ايه في اللحظه دي للكابتن الخطيب ولا للنادي الاهلي؟ النادي الاهلي في البدايه ونتكلم مع الكابتن بيبو. ده رقم واحد في مصر والشرق الاوسط وافريقيا مفيش كلام في الكلام ده يعني خدت بالك وما ينفعش نقارن النادي بتاعنا باي نادي في مصر عامه يعني خدت بالك دي بالنسبه للكابتن. لما بالنسبه للكابتن محمود الخطيب اولا انا حضرته كلاعب لما كان لعيب كان قدوه ومثال للادب والاخلاق والنزاهه فشيء طبيعي ان هو يبقى رئيس بتاعنا ويمثلنا في كل المحافل الدوليه كلها العالميه كلها وبتمنى له من كل قلبي صدقني الشفاء لان هو فعلا رمز لينا كلنا ورمز لكل الاهلاويه وانا اولادي كلهم بيلعبوا في نادي الاهلي على فكره اولادي عندي ولدين في الناشئين وعندي ولد تاني بيلعب في الاكاديميه ان شاء الله باذن الله وده حب في الخطيب على فكره عشان تعرف انا وقفت اسجل عشان اقول للخطيب عايزينك تجينا بالسلامه بس مشكر جدا يا فندم. شكرا. لسه مستمرين وايضا معايا احد اعضاء النادي الاهلي حابب تقوليه النهارده بعد مرور 111 سنه ويوم مهم وتاريخي بالنسبه لكم كاعضاء النادي الاهلي النهارده. لا اقول لك يا رب يعد علينا 200 سنه كمان مش 111 بس. شايف النادي الاهلي محتاج ايه خلال الفترات الجايه؟ الاضافات بالنسبه لك كعضو مستنيها من النادي الاهلي الفترات الجايه والسنين القادمه؟ حاجه اقول لك حاجه طالما الخطيب موجود انا عارف هو حاسس بينا يعني عارف احنا محتاجين ايه وكمان بيعملها بخطوات سريعه يعني مش حاسين بيها مش خطوات بطيئه يعني بس فلا هو عارف احنا عايزين ايه والكلام ده كله قعدنا بيه قبل الانتخابات يعني فمش هنمشي بقى بقلم ونقول عمل ايه لا احنا لسه ما فيش اربع شهور يعني. تمام بشكرك شكرا جزيلا. ده باظ كده
طبعا ايضا معانا ايضا بعض الاعضاء، حابه تقولي ايه النهارده في ذكرى مرور 111 سنه تاريخ انشاء النادي الاهلي؟ احب اقول ان النادي الاهلي مهما اتكلمت عنه هو اكبر ومن اكبر النوادي الموجوده، هو يعني منذ السنين هو حافظ على مكانته من ضمن النوادي، ويا رب في تقدم باستمرار ولتحسن افضل وافضل وافضل دايما يا رب. كابتن بيه بتقولي ايه؟ أحب أقول له يرجع لنا بألف ألف سلامة ويخليه لينا، ويا رب يدوم علينا يا رب كده في النادي دايما. حضرتك حابة تقولي إيه النهاردة في اللحظة دي؟ أقول أول حاجة أنا سعيدة جدا أنا بسجل مع حضرتك. ثاني حاجة أنا أقول لك إيه، أنا بقالي هنا في النادي من زمان قوي، من أول ما تأسس، فطبعا ده شرف كبير جدا للواحد انه متواجد في النادي الاهلي. طبعا بالنسبه للخطيب انا مش عارفه اقول ايه بصراحه، كابتن الخطيب ده من الشخصيات اللي رمز كبير قوي، وحاجه كويسه جدا ان هو ماسكنا طبعا في النادي، وبتمنى له الشفاء العاجل وان هو يجي لنا بالف الف الف سلام. بشكر حضرتك، شكرا. كريمك، ميرسي، شكرا. طبعا أستاذ محمد، دي كانت آراء وانطباعات أعضاء النادي الأهلي هنا في مقر النادي الأهلي بمدينة نصر في ذكرى مرور 111 سنة على تأسيس هذا النادي العريق والعظيم، النادي الأهلي والمليء بالعديد والعديد من البطولات، وزي ما قلت لك مش بس على المستوى الرياضي لكن في كل المستويات، اجتماعي إنشائي. أكيد النادي الأهلي إن شاء الله في قادم السنوات العديدة والمديدة يفضل حافل بالبطولات والإنجازات على جميع المستويات الاجتماعية والإنشائية والرياضية. عودة لك يا أستاذ محمد، بشكرك زميلي العزيز أمير هشام.